أول يوم طبعاً داومت فيه في أدنوك أعتبره يعني نجاح. أدنوك في الوقت هذا كانت في شارع الكورنيش اللي هو المبنى القديم حالياً. طبعاً عينت في المشاريع، كنت طبعاً طموح وعندي نشاط ويعني سعيد جداً لأنني راح أبدأ حياتي العملية. أبوي أنا أعتبره قائد لي، أنا ما جاء من عائلة عندها فلوس أو من عائلة عندها قدرات مالية أو ورث شيء، لا بالعكس الرجال بدأ من الصفر. كنت أشوف أن هذه نفس خطوة لازم أخطو خلفها. يعني أنا أشتغل مهندس تصنيع بروسيس إنجينير كما كان أبوي قبل. دامت أنا في نفس الشركة ونفس المصنع اللي أبوي بنال، ودك نشوفك أبوك في مستوى عالي. كلهم متزوجين وعندهم ما شاء الله أولاد، أنا عندي أحفاد. أنا صراحة أحس أني نجحت، ونجاحي لا شك في ذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن أتوقع أنه العمل في أدنوك له دور كبير في هذا.